لأول مرة لعسلكم أن تنادوا مجتمع حلقة واحدة. إيوا نايضة نايضة. ولا كنا حلينا محلابة ونديروا فيها لافوكا وديك الشيء ما تشربش حليب تتغلط. ليمون نديروا بالليمون. ليمون ماشي مشكل. غادي نسولك واحد السؤال. شكون في نظرك ديفا أو الفنانة نمبر وان في المغرب؟ كاين شي وحدة من غيرك؟ أو طالع لي في انستغرام، طالع لي في فيسبوك، طالع لي في كل شيء. دابا كاين دنيا فاطمة. كاين تي جي في ودنيا فاطمة. كازا طنجة. ربي يخليك. دونك غيسولني هو السؤال، خاصك تسولني. غنسولك واش أنت تجسي على راجلك، واش عندك المود باس ديال التليفون ديالو؟ كنتجسس. كذب على الله حرام. وعندي المود باس هو ما في خباروش، كتحب راسو ما عنديش، المود باس عندي وكندخل كنسير ونخرج. ما كنخليش الآثار نهائيا. ممكن انتي كتغني مع من تبغي دير ديو، واش معايا ولا مع رضوان ولا مع إيهاب آمين؟ إيوا علاش ما نديروش معاكم ثلاثة بكلكم؟ تنبغيكم رضوان، تنبغي إيهاب غزال، نسينا تبارك الله. غنديرو أنا وياك إيهاب ووزع علينا رضوان. والله إلا ونديرو الكليب في أمريكان لوس أنجلوس. ما كاين أمريكان أمريكان، قالك تقول أمريكان نعاودو نقولو أمريكان. الله يعز أمريكان. والله الناس تلاحو في البحر باش يمشيو إسبانيا. واش المعطي عندك هواية ولا ما تتبغيش اللي يجبدك؟ لا ماشي هواية الصراحة، أنا ما كنبغيش اللي يجبدني. الشيء يكون ما جبني حتى واحد، ما غتشوفنيش كنهضر مع شي واحد اصلا. ولكن الفرق الوحيد انه كاين اللي كيجبد من التحت لتحت، وانا ما كنصبرش. انا الا كنجاوب كنجاوب امام الملاء، فهمتي؟ فكيبقاو هما البريئين وكنتسمى انا اللي كنتعاطى، فهمتي؟ ولكن الجرح قواعدو. قواعدو. انا ما نقدرش من التحت لتحت، انا ما كنمولفاش بهذا الشيء. انا نيشان شنطن. خاصها تخرج شي تريد مارك سميتها باطمة ديال المعاطية. ما كان والله تتمشى مع المغاربة عزيز عليهم معاطية. اخويا انت معلم وحنا منك نتعلم. نديرو التوزيع في الخليج، سيرتو شي وحدة تما. سلموا عليك. شنو أكثر أغنية، أكثر أغنية ديالي كتعجبك؟ أنا وحدة مزيان ومزيان واعر أنت فنان. وكمل معايا. واعرة واعرة. أولي شكون اللي هضر معاك نتايا؟ أولي دخلنا في الانترفيو جي قلت هنا. عادي السي عزيز داداس. ديري عليه الكاميرا عزيز داداس. السي عزيز داداس. سكوندال سكوندال. شنو فرحة ديال الأغنية اللي في المسلسل ديالي؟ الله يحفظك. الله يحفظك، الله يبارك فيك. ما غنيتش لك السيمو. ما كملتش أغنية. ومزيان واعر أنت فنان. سيمو من تعطيهم على الدان، تعطيهم تخلي بنادم مكمد وعريان. ارقص يلا، ارقص يلا. نايضة مع باطمة. أجرك الله. كتعرفي الناس اللي تيحاربوك، واش تقدري تقولي لنا سمي وحدة منهم؟ كيحاربوني وأنا كون كان شي حد قادر أنه يحاربني ما تلقانيش في الساحة الفنية نهائيا. وكان نعتقدش انه شي حد جرأ انه يحاربني، حيت الا عرفتو غنشرشم لي المشاعر. انا معاك سنتينا. يلا ضربوا الجرح هيروشيما. ضربوا الجرح. وحده اخيرا بغات تجبدك وجبدتني حتى انا. عندك شي ميساج ليها ولا الميساج ديالي نبدا بها انا الاول؟ واخويا انت فيك الكفايه. انا قالت لك غتفكرني نهار عيد المراه بورده، انا غنتفكرها نهار عيد البقرات واحد الثور باش يجمعها. باسكو ما لقاتش الراجل معايا، تلقات مع شحال من خطره ما لقاتش الراجل يجمعها، غنجيب لها الثور معايا عندها واحد النص الثور باش يجي يجمعها. عيد البقره قريبا. لاباش كيري ميكس سيمو. واسيمو شنو هي اكثر حاجه كتعجبك فيا؟ الشنطن ديالك. ضربوا الجرح بقواعدو. كلك على بعضك حلو. واش بصح شاده دواسه خايبين على الفنانات في الخليج؟ ماشي في الخليج، ماشي في الخليج، خليج ومغرب. ولكن ما كنبغيش، ما تربيتش على انه الله قال لنا استروا، حنا كنستروا على الناس. ما نقدرش انا ندخل في لي ديتاي وهذا. ما عندي دواسه مقيحين خلاها ديك الدروس. لا عطاك السر، عطينا باسم جميع الاعلام المغربي المغرب الاعلام المغربي، عطينا اختي شي دوسي، عطينا نايضه باش نوضوها. بزاف ديال الحوايج
شويه غندخل في لي ديتاي غادي نقدر عرفي تمالك صاحبي الكبيدة كبيدة بالنسبه عندي دواسه على كيما قلت لك خليج والمغرب، ولكن ما شي حاجه ما يمكنش يتقبلها، ممكنش تقبلها بنادم، حتى الا قلتيها ما بقاش يقدروا ما يتيقكش بنادم. من كثر اسم بزاف كيدعوا البراء، فهمتي؟ وجدوا راسكم بنات، وجدوا راسكم ملي غيكثر الضغط غنفجر، ولكن حاليا باقا ما انفجرتش. ايوا صافي خصني غنتفجر، حنا نجيبوا الكاميرا نصوروا لايف لايف شايف قبل الحدب. سيمو انت معروف عليك القرطاس، باش تقدر تشري فيه شي نار الا درتي؟ علاش؟ لا 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 انا صنفقة فيدال صحابي، عمري تنجبدهم، نقدر نكتب عليك شي ستوري بلا ما نكتب السميه، ولكن انت غتعاقب بها. شوفي الا كنت ندير علاش، الا كنت ما مزياناش كتب عليا. لا كنعطيك الضوء الخضر، شنابك ودايره قواعد، عندك داك الشيء مطرز بالطرز الفاسي الرباطي سكوتيفا. لا تبارك الله عليك تبارك الله عليك. لا الا درت علاش اليزي، ضربوا الجرح ضربوا الجرح المؤدي الى المستعجلات 911 امريكان الدراري. انا عزيز عليا حمزه مومي، واخا ما تنعرفوش عزيز عليا، تبرد ليا القلب شي وحدين قد لهم طلع عقبال شي وحدات وحد اخرين وحدين وحد اخرين. انا شوفي انا مسبي فيا حمزه مومي مسبي، وما كنناقش في هذا الموضوع حيت ما كيهمنيش بزاف، وانما تيعجبني كيناقش بعض الاحيان يعني واحد المواضيع اللي هي اجتماعيه المفروض انه يتكلم عليها بنادم، وكيعجبني الصراحه. مي انني نكون انا ما كانوش انا ساليه قبي غادي نبقى ننزل، ما كاينش الوقت والله، الناس ما كنشوفوش. مي شوفي هما بزاف ديال الناس مسبي فيهم حمزه مون بيبي، محير الملايين الصراحه. الرساله نايضه يا سيمو ما كاين على القرطاس، وصراحه من عندي اللي جبدك عطيه بحال اي انسان في العالم موجود. انا الرساله ديالي ليك، انا معاك انا معاك، ها اللي تبغي تحلي ديك الكوفر ديال الدواسه انا غنجي عندك فيرست كلاس من طاير طاير شغل هذاك طاير طاير على الهواء بالبساط البساط الريح، غنجي عندك تما ونتمنى لك المزيد من التالق يا ربي اجمعين، تكوني دائما توب يا ربي ناجحه، وانا شفتك دابا اليوم في الداخله محيحه حايحه ربي يخليك كل حبتك، ويلا حطيت صورتي انا وياها قبيله وكتبت عليها الديفا المغربيه وشي وحدين حلوا فمهم، دوك مازال انا نحط وحده اخرى وغنكتب عليها الديفا المغربيه. يا ودي انا راه معترفه بكم بعدا، الا قال لي الديفا راه انا معترفه بكم. وقريبا غادي نكون انا ودنيا في لوس انجلوس ان شاء الله سون فيري سون. نايدا نايدا ديما نايدا ولا ما نايداش نوضوا تشيرز. ما شاء الله عليك دنيا، لا لا شي مغروسه والنجم المتعلق دائما في سماء المغرب وبكل البلدان العربية، الفنانة المتميزة بخامة صوتها الرائعة والجميلة دنيا باطمة، فتحت تصفيقاتكم. شكرا جزيلا، شكرا لكل فرد اليوم ساهم في نجاح هذا الحفل، وتحية لكل المصممات
اللي تواجدوا معنا اليوم، تحية لكل الفنانين اللي تواجدوا معنا، تحية للصحافة المغربية والعربية، تبارك الله عليكم، تحية للفنانين ديالنا من مغنيين ومن ممثلين ومن مصممين كلكم، تبارك الله عليكم، الناس اللي حضروا معنا، شكرا لكل أعضاء الهيئة الملكية على هذه البذلة الطيبة، وتبارك الله عليكم، وولي بكم يا أهل الداخلة.